افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مشروع مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد في محافظة المحرق والتابع للمستشفيات الحكومية. وبهذه المناسبة نوه معاليه بما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم كبير واهتمام لا محدود من قبل جلالة الملك المعظم ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي شاهدا على المنجزات الحضارية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية تجسيدا لأهداف الخطة الوطنية للصحة 2015-2026. لفت معاليه لأن المركز يأتي كأحد ثمار مبدأ الشراكة المجتمعية ما بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إيمان الشركات الوطنية بالمسؤولية المجتمعية في تنمية المجتمع وتطويره عبر تنفيذ مختلف المشاريع ذات النفع العام، مثمنا في هذا الصدد الدعم السخي المقدم من بنك البحرين الوطني لتمويل إنشاء المركز وتجهيزه وفق أفضل المعايير الطبية والهندسية. مستشفى التصلب اللويحي وهو قسم حق متخصص لأمراض محددة في الأعصاب عموما، ولأن هذا المرض يصيب كذا جهاز من العين والحركة والدماغ، فلذلك الشغل فيه متعدد، خصوصا أن المريض يحتاج فيه بالإضافة للعلاج إلى علاج طبيعي مركز لأنواع النقص اللي هو عنده. فهذه الحقيقة يعني المستشفى الأول المفتوح اليوم بيكون يعني غطي كل تقريبا احتياجات التصلب اللويحي، بالإضافة لهذه أن في أقسام خاصة ممكن تستعمل حق أقسام العيون، أقسام أمراض الأعصاب وأمراض حتى الـ ENT، فهذه كلها الحقيقة موجودة في هالمكان. هذا المركز كأول مركز متخصص بمرضى التصلب اللويحي في منطقة الخليج العربي يشتمل على عدة تخصصات في موقع واحد، شملت تخصص المخ والأعصاب، تخصص العيون، النطق، العلاج الطبيعي، العلاج المهني، الصحة النفسية والتغذية وغيرها من التخصصات ذات الارتباط بهذا المرض، كونه يؤثر في عدة أجهزة من أجهزة الجسم بسبب نوعية الإصابة العصبية. فحرصاً على تقديم خدمات متكاملة في موقع واحد تم تجهيز هذا المركز. أهمية هذا المركز جدا عالية بالنسبة لمرضى التصلب اللويحي، كان حلم وتحقق وجود مركز متخصص شامل يقدم لهم جميع الخدمات بما فيها فحص العلاج العصبي والنظر والناطق والعلاج الطبيعي بشكل متكامل، وهذا يعني تتوالى إنجازات المستشفيات الحكومية بدءا بالتخصصات الأخرى اللي وفرنا لهم وحدة متخصصة مثل النساء المصابات فقر الدم المنجلي والعلاج البيولوجي ورفع الطاقة الاستيعابية، وإن شاء الله يكون هذا المركز نموذج لأنه يقدم خدمات متميزة غير متوفرة في المنطقة. يسعدنا أن اليوم يكون افتتاح المركز التصلب المتعدد، ونشكر الجميع بعد هذه الجهود الطويلة لافتتاحه. الحمد لله أخيرا تحقق الحلم، احنا فخورين أن يكون أول مركز في الخليج، وفخورين أن يكون بالبحرين كدولة متطورة وفيها نمو اقتصادي كبير. وعلى فكرة المركز بيخدمنا كبحرينيين وممكن يخدم حتى دول الخليج، ففعلا كان هذه نهضة في الطب بالنسبة لنا كبحرينيين وكالخليج، الحمد لله على كل شيء. يعتبر مركز التصلب هو الأول في منطقة الخليج العربي، وكل فخر يعني كل بحريني مفتخر بهذا اليوم، وهو يعني مركز متخصص في جميع الأشياء التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لمرضى التصلب، وهو يتكون من عيادات متخصصة منها عيادات المخ والأعصاب، عيادات الطب النفسي والعيون والمسالك البولية وغيرها من التخصصات اللي يحتاجها مرضى التصلب، بالإضافة إلى قسم متكامل من لتشخيص وعلاج أمراض العيون اللي عادة تنتشر في أو تكون يعني موجودة في مرضى التصلب.